بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معنا في لقاءات الدوري الإسباني للموسم 2020-2021 هنا وبالتحديد في معقل نادي برشلونة في ملعب الكامب نو وفي إطار الجولة 9. وكما يعلم الجميع هناك لقاءين مؤجلين لنادي برشلونة بعد طبعا مشاركته كان في ربع نهائي الشامبيونز ليج. مباراة اليوم وبرشلونة طبعا في المركز 13 برصيد 8 نقاط. هذا هو الخبر، ميسي على دكة البدلاء وسط يعني عدم رضا عما قرره كومان وعما يعني رايناه منذ لحظات طبعا. وبالتالي مباراه اليوم يعني كانت من الممكن ان ينو واخوان لوبيز وفرانشيسكو فرنانديز حكما رابعا وعلق تير شتيغن، وامامنا هنا الهجمه الخطيره لكن اطول في حلقه محاوله ممكن جريزمان يفتتح التسجيل. جريزمان الكره الحلوه، هذه امامنا، هذه جريزمان، هذه جريزمان. 15 مباراه أمام ريال بيتيس بخلاف مباراة اليوم، وكان طبعا سجل 5 أهداف. لما ننجلب أليك مورينو، بيتيس أول هجمة خطيرة، النيران الصديقة بوسكيتس، النيران الصديقة أول ركنية في المباراة. مباراة بادية حلوة قوي، يعني كرة خطيرة أيضا منطوية في مدافع كف البارسا. أمامنا هنا تغطية دفاعية، انطلاقة من جانب ديمبلي، ديمبلي يعكس كرة خطيرة لكن ما حد عايز يسجل. أدي أمامنا هنا أنسو فاتي، فاتي فاتي الثانية أمامنا هو كرة جريزمان، واحدة على القائم اليمين وواحدة الفاتحة على القائم الشمال، وكلاوديو برافو في اللقطة الماضية أهو. شوف بقى الكرة، لا مميز انطلاقة أمامنا من جانب جريزمان. البارسا في رحلة الهدف الأول، الأول مش جاي، الأول لسه ما جاش. كرة ثانية من جريزمان، يعني بنشوف كرات خطيرة جريزمان وفاتي. وقام أمامنا هنا مانويل بيليجريني، مانويل بيليجريني فاتي وجريزمان وديمبلي مع بيدري في غياب ميسي اللي في البدلاء. هو كرة ثانية أمامنا هو من جانب فاتي، كرة ثانية من جانب أنسو فاتي. 4 أهداف هذا الموسم أنسو فاتي، ركنية على طول أمامنا من اللاعب كان صورة عصية من جانب اللاعب ويليام كارفاي. كرة الخطيرة أمامنا هنا ويليام كارفاي، والتعديل الوحيد على مباراة إلتش المهمة. وتولى تروخيو اللي هو المدير الرياضي، كان جاب خواكين عقبه واستبعده. وادي أمامنا هنا أليكس مورينو، لكن مرة في مرمى ألافيس اللي أمامنا هنا مطالب إنه يكون له حضور، ويكون له النهارده بيدخل مكان نبيل فقير اللي بيغيب عن مباراة اليوم. وادي أمامنا هنا تير شتيجن عودته مطمئنة بعدما اشتلق، عدى حلو قوي ديمبلي، ثبت مارترا، ولكن هنا شوف بقى خبر اللي يعلق ويتكلم عن اسباب ويبرر ويبرهن الحارس تير شتيجن. مره ثانيه على طول من تيو خطير امامنا هنا الاستلام 2011 موسم 2010 2011. ركنيه ثالثه امامنا لكن المره دي طب لمسه امامنا من جانب ديمبلي، وسع ديمبلي ولد يوهو، هدف حلو عثمان ديمبلي، يضع الكره لا تصد ولا ترد امامنا هنا. سجل في مرمى فرينس فاروش وسجل في مرمى يوفنتوس لكن لم يسجل في الليجا منذ ان سجل في مرمى اشبيليا في الموسم الماضي. امامنا هو ديمبلي يضع الكره لا تصد ولا ترد امامنا من جانب عثمان. 19 صب الهزيمه التاريخيه القاسيه جدا امام البايرن ميونخ، هو اللي هيلعب كره ثابته على طول، خطيره الكره لكن تعال امام ختافي والريال وامام فالنسيا، واحده بالكعب جريزمان. مش حظك، ايه حظك ده جريزمان الثالثه اللي بجوار القائم، واحده شمال وواحده يمين وواحده شمال امامنا هو بجوار القائم الشمال. ادي اللمسه حلوه قوي انسو فاتي، وشوف بقى هنا يا ولد يا ولد يا ولد يا بيدري يا ولد. هنا على طول الكرات اللي بالعرض، الهدف الثاني يضيع يضيع، هل فيها ركله جزاء؟ فيها ركله جزاء. ادي امامنا الكوره، وادي الكوره اللي اتعملت من جوردي البا ثم الدخول امامنا هنا في اللقطه الماضيه من عيسى مندي وبارترا، وحكم اللقاء لا يتردد امامنا احتساب ركله جزاء على عيسى مندي. عيسى مندي كان طرد في مباراه ختافي وسجل في مرمى ريال مدريد. بص امامنا الاعاده، بص الاعاده، انسو فاتي امامنا اهو في العرضيه. جريزمان كلاوديو برافو يعيدها مره ثانيه، ركله جزاء ضائعه، ركله جزاء ضائعه من جانب انطوان جريزمان. فرصة كبيرة كانت لتعزيز النتيجة لكن كلاوديو برافو، كلاوديو برافو برافو، رائع في التوقع. ويعني جريزمان سكانيلاس لعبة حلوة أو من تيو، التعادل 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 يأتي هنا من جانب
جانب اللاعب سانابريا، بابلو سانابريا الباراغواني طبعا لا يحتفل لانه كان من ضمن اللاعبين اللي تواجدوا في نادي برشلونه. يسجل التعادل سانابريا امامنا هنا من ايه؟ من الشارع الموجود في الجانب اليمين لنادي برشلونه، لان التوغل كان من جانب اللاعب تيو. امامنا هنا انطونيو سانابريا اللي سجل في مرمى إلتشي في المباراه الماضيه، يسجل امامنا هنا في هذه المباراه هدف التعادل في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع. تصبح النتيجة 1-1. بص تيو وتعدي أمامنا الكرة من جانب كانيلاس عشان يأتي بقى هنا الشوط الثاني من هذه المباراة. انتهت في شوطها الأول التعادل الإيجابي، اللقاء بديلا لأنسو فاتي. بيكي جاء في هذا الموسم لنادي برشلونة. ميسي يدخل أمامنا هنا والشوط، ودخول ميسي اللي أمامنا هنا، ميسي لكن يطلع انطلاق أمامنا هنا من سيرجيو روبرتو، الكرة اللي بالعرض أمامنا على طول، الكرة حلوة قوي يا ولد قلب التفويتة. عيني يا عيني يا عيني يا عيني، قال لك أنا جيت لك أهو، ادي جريزمان عايز الدعم وعايز المسانده، التفويته احلى من الهدف، لكن جريزمان يسجل امامنا هنا. لكن الكوره الحلوه واللمسه الحلوه والابداع المتجدد من داعم الابداع امامنا هنا، ميسي كله جري على ميسي، وميسي هوش الدنيا كلها وساب الكوره لانطوان جريزمان اللي سجل تاني اهدافه في الليجا. ليك حق تحيي ميسي امام، لكن كوره حلوه، شوف الهجمه حلوه ازاي، شوف الهجمه، ده ميسي ايه؟ ده ميسي لو ما فيش لياقه، ده بس لو جري كده. مباراه دينامو كييف امامنا هنا انطلاقه، محاوله من جانب تيو، نقطه الضعف ومورينو، وتشوف امامنا هنا ركنيه ميسي على القائم الاول، والكان 8 نقاط قبل هذه المباراه. الكره الاماميه المره دي، لكن تغطيه ديمبلي الى ميسي مره ثانيه، ميسي يمرر كوسط ملعب جوكر يعني اكثر من مكان ممكن. ادي كره طلعت ثانيه، ادي ميسي المره دي داخل منطقة الجزاء، ولكن المرة دي جاله إيمرش مع دينامو كييف، وقبلها كان مع اليوفيو. كرة خطرة جدا من بابلو سانابريا، مشكلة. سانشيز إلى إيمرسون أمامنا هو اللي بيحاول لمسة، حاولات قبل أربعة في المباراة. استلام أمامنا من جانب ولمسة اليد في اللقطة اللي فاتت، والكرة ترجع وقلبه، ولكن هنا نشوف القرار إيه. لمسة اليد في اللقطة اللي فاتت، أدي كرة بتاعت ديمبلي، وحكم مباراة اليوم الحكم جيلارمو كوادرا اللي بيعاونه كل من تيودورو سوبرينو واخواته. ركلة جزاء لنادي برشلونة في الدقيقة 61. المقص المقص المقص، يا احيانا احيانا يبقى السكوت ابلغ في مثل هذه الامور، لان ميسي عندما يسجل اكيد بيسجل يعني بشكل جمالي باداء مميز، يضعها باقتدار في هذه الكره وهذه اللقطه. اللاعب البديل اللي بيصنع الفارق، اذا ميسي اساسيا يصنع الفارق، ميسي بديلا يصنع الفارق، وبيحيي كلاوديو برافو لان ميسي ساهم في تحويل التعادل 1-1 الى انتصار وتقدم 3-1، لان هذه الكره لا تصد ولا ترد. ركله جزاء ضايعه من جريزمان، ثم ركله جزاء عنوانها ببراعته وتحركه وتفويته الكره الى اللي طبعا غادر المباراه للطرد. السلام على طول امامنا من جانب اللاعب البديل رايب، احيانا بيكون مخطئ في قراراته. تمريره المره دي من جريزمان، ياخد ثقه يرجع الى ميسي، وادي امامنا بيدري، اشاده كبيره قوي بفرانشيسكو ترينكاو. كره امامنا، تبديل قادم، تبديل قادم امامنا هنا، اللاعب لورن. استلام على طول من جانب ميسي اللي عايز يعدي، كان لقيته هنا انطلاقه ممكن يخلصوا الفارق الى الهدف الثاني. الهدف الثاني امامنا هنا في هذه اللقطه لفريق نادي ريال بيتيس. شوف امامنا الكوره وشوف دفاع البارسا، مشكله مشكله. هدف امامنا هنا من البديل اللي دخل امامنا منذ لحظات، لورين ميرون امامنا هو اللي سجل، قلت حضراتكم في مرمى البارسا ضمن اهدافه العشره، لكن شوف الثغره مستمره في نفس المكان في نفس المساحه، وايه الاخطاء الدفاعيه بتتولى. الانجليزي يبيع نفسه بسرعه قوي، قلب الكره اللي جه منها الهدف اللي جابه جريزمان، يرجع الى ميسي. 3-2 النتيجه، مره ثانيه تمرير من جانب ميسي، عدى ميسي، تتصلح الكره، التسديده رايبل اللي دخل كبديل في المباراه، توارز في فتره الموسم الماضي. ادي كرات قلب الخربينو من لاس بالماس، لاعب من اللقب خطير امامنا البديل رايبل، لكن تشوف حلوه قوي لميسي، ميسي ميسي، يا قسوتك يا قسوتك يا قسوتك يا حلاوتك يا جمالك يا بسطنا يا متعنا. هو الهدف
الثاني في هذه المباراة، لكن سيرجي روبرتو إلى ميسي، إلى ميسي أمامنا هو. شوف قدم بارترا، القدم اليمين لبارترا ممكن تكون مغطية التسلل، وادي ميسي بقى في مرمى كلاوديو برافو. إيه صعبة، صعبة قوي، صعبة قوي، لا تصدر لكن تمريرة حلوة قوي. سيرجي روبرتو أمامنا هو، ميسي بقى اللي فتح نفسنا وفتح نفس الجميع. الماضي وهدفين هذا الموسم، وادي هدف لبيدري. بيدري، بيدري أمامنا هنا، بيدري يسجل في هذه اللقطة. شوف أمامنا سيرجي روبرتو الشوط الثاني يعمل 2 أسيست روعة، وبيدري يسجل أمامنا الهدف الخامس في الدقيقة.